كانت فيها الفكرة مقدمة من وزارة التعليم العالي بإنشاء جامعة سعودية إلكترونية. فهذا من إعلان في صحيفة الرياض، وكان هذا البداية لأني أبحث عن الجامعة. طبعا كان الدافع بالنسبة لي بالأكثر شيء أن أنا موظف ذاك الوقت، وأن الجامعة السعودية الإلكترونية راح تلبي ظروفي اللي أنا الوضع اللي أنا فيه. هذه كانت الفكرة الحقيقة، هي كانت بمسمها الجامعة السعودية الإلكترونية كانها بالتعليم عن بعد، فهي كانت الفكرة هذه أنه كان لا يوجد حضور، وكان من خلال تواصل إلكتروني تتواصل من طريق المحاضرات والجامعة، فهي كانت تعليم مفتوح. هذا كانت الفكرة المسبقة عندي، فقط أنه تتواصل إلكترونيا عن طريق وسائل التواصل الإنترنت، كيف تتصل بالمحاضرات. فهذه كانت الفكرة، مجرد حضور للامتحانات فقط. بحكم أني عملي الحالي بقسم تقنية المعلومات أمور إلكترونية، يحصل السيستم مثلا داون تايم، فقط الشغلات هذه تأخير بالسيستم، في إشكاليات إلكترونية زي ما يسمونها إلكترونيك إيشيوز، هذا اللي كان يأخر مسألة أنه يكون متوفر لك الدخول للموقع الجامعة. فما أذكر كان عائق كبير بالنسبة لي صراحة بالنسبة للتسجيل بالجامعة. الجامعة بالعادة تبدأ المحاضرات عندنا من الساعة الرابعة الساعة الخامسة، فكانت هذه الساعة أو الساعتين هي المسألة اللي كانت تجد فيها استئذان من العمل ومحاولة الحضور للمحاضرات. فهذه كانت فقط مجرد الوقت، بداية المحاضرات هو اللي كان وجود فيها صعوبة بعض الشيء، لكن اللهم لك الحمد أنها تمت على خير. اللهم لك الحمد. في ضمن الأشياء اللي استفدتها إدارة الوقت، العمل تحت الضغط، هذه الأشياء اللي أنا طلعت منها بالنسبة للجامعة. الجامعة معروف مدى حرصها صراحة على وجود الأسايمنتس والواجبات الأسبوعية وشبه أسبوعية بالنسبة للمواد. في ضمن الأشياء اللي استفدتها إدارة الوقت، العمل تحت الضغط، هذه الأشياء اللي أنا طلعت منها بالنسبة للجامعة، وكيف تنفيذ مهام الجامعة في أوقات أحددها مسبقا. الميزات اللي أنا أحب ودي أذكرها صراحة بالجامعة السعودية الإلكترونية، أنها أعطتنا فرصة في التواصل مع الجامعات العالمية، جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة في المجال اللي إحنا نتعلم فيه. الآن شغل شاغل الكثير من الشباب ومن الطلاب، وأنا واحد منهم للابتعاث ودراسة في الخارج، ونهل العلم من مصادر الدول المتطورة. الجامعة السعودية الإلكترونية صراحة أنجزت أن هذه الرغبة بالتواصل مع الجامعات العريقة بالعالم الخارجي اللي الآن نتواصل معهم بالفيرتشوال كلاسس أو بالدراسة عن بعد، واللهم لك الحمد. يعني هذا في شيء أشوفه ميزة كبيرة يعني بالنسبة للجامعة السعودية الإلكترونية. لصراحة الفائدة العظيمة اللي استفدتها من المحتوى العلمي المتقدم، المهارات اللغوية، المهارات العملية العلمية اللي اكتسبتها من الجامعة، مرة ثانية لو عاد الزمن لي للوراء صراحة سوف أختار الجامعة السعودية الإلكترونية وبكل راحة وثقة وقناعة.